تفضلوا. أعزائي أهلا وسهلا فيكم، واليوم عندنا كيكة شرائح التفاح. شو يعني كيكة شرائح التفاح؟ يعني مش الكيكة التقليدية اللي إحنا متعودين عليها، حيبقى عليها شرائح هيك ماخدة طبقة مشوية لذيذة طيبة. نشوف مع بعض. أول ما نقول كلمة كيك دايماً عندنا شيئين أساسيين وأكيد أنتوا تعودتوا عليهم من كتر ما أنا بعمل كيك وبحب الكيك. تجهيز الفرن، حنجهزه على درجة حرارة 170 ونجيب الصينية اللي حنستعملها وبرضو نجهز الصينية أو القالب، حنشوفها مع بعض. هحتاج صينية مقاس 9 بوصة. مسحت القالب بطبقة من الزبدة وحطيت فيه قطعة من ورق الزبدة في القاع وعلى الجوانب بهذا الشكل. إذا مش متوفر ورق الزبدة برش طحين عشان ما يلزق عندي الكيك في القالب. هبتدي خطوتي الأولى بتجهيز التفاح. بالنسبة للتفاح أنا عم بستعمل تفاح أحمر، بس ممكن أصفر أخضر، تخلطوا نوعين من التفاح مع بعض ما في مشكلة أبداً. وعلى فكرة هذه الوصفة أنا عم بعملها بالتفاح، بس إذا حبيتوا تنفذوها بالخوخ أو بالمشمش أو بالكمثرى هتبقى كمان لذيذة. نشوف كيف بدنا نجهز التفاح. هبتدي أعزائي أقطع التفاحة إلى نصفين، نشيل البذور، وحبتدي أقطعها إلى شرائح. كل ما كانت الشرائح رقيقة كل ما اتحمصت هيك بشكل لطيف وعطتني طعم طيب. لازم تكون كتير رقيقة. هقطع التفاحة الثانية، هاخد شرائح التفاح وخليها في طبق وحضيف عليها قليل جدا من عصير الليمون. طبعا عصير الليمون حيمنع انها تاخد لون غامق، وحخليها على جنب ونبتدي نجهز الكيك. لتجهيز خليط الكيك هحط البيض، ويفضل او مش يفضل ضروري يكون البيض بدرجة الحرارة العادية، ما يكون متلج ما بينفع. هضيف له السكر وحبتدي أخفق لغاية ما يصير الخليط عندي لونه فاتح. حبتدي أضيف برش الليمون، هذه بس بتعطيني نكهة طيبة، ممكن تستعملوا البرتقال أو الليمون. هضيف الزبدة، الزبدة عندي هون مذابة، وحضيف الزيت وحبتدي أخفق لغاية ما يختلط مع البيض. حبتدي هلأ أعزائي أنخل الطحين مع البيكنج باودر والملح. هضيف عصير الليمون وطبعا أعزائي هون إذا حبيتوا تضيفوا الفانيليا ممكن، أنا ما ضفتهاش بس ممكن تحطوها. أنا عندي هون عصير ليمون وعندي برش الليمون، مش هحتاج أضيف فانيليا. إذا قلقانين من ريحة البيض فيكم تضيفوها، ممكن أستعمل ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. وخلينا نصب خليط الكيك في القالب. بنلاحظ الكيكة قوامها تقيل شوي. أنا بقول دايما كل كيكة إلها شخصية خاصة فيها، فهاي الكيكة لازم تكون شوي الخليط تقيل عشان لما أحطها عليها التفاح ما يسقط في أثناء الخبز. حبتدي هلأ أرص شرائح التفاح بجانب بعضها بهذه الطريقة. هلأ أكيد عم بيجيلكم أفكار ممكن نستعمل كتير أنواع من الفواكه وننفذ هذه الوصفة، مش شرط على فكرة تكون تفاح. أنا عم بخطر على بالي هلأ كمان ممكن نعملها بالتين. طبعا التفاح لما ندخله الفرن حيكش شوي وحيبقى طعمه جدا جدا لذيذ. هلأ بالنسبة
للجزء اللي في الوسط ممكن أخليه بهذا الشكل عادي، ما في مشكلة. بس كمان ممكن أضيف بعض المكسرات، رشة من الجوز المجروش ورشة من اللوز أو أي نوع آخر أنتوا بتحبوا. الكيك جاهز يدخل الفرن، بخليه بالفرن من 40 ل 45 دقيقة. وطبعاً دائماً دائماً لازم نختبر بالعود الخشبي، بدخل العود في الوسط، إذا طلع نظيف بطلع القالب، إذا لقيته لسه فيه رطوبة برجع بخبز كمان بضع دقائق. بس يطلع من الفرن خلينا نشوف شكله. أعزائي الكيكة طلعت من الفرن، ريحتها بتشهي. لمزيد من الطعم امسحوا سطح الكيك بالمربى وهي سخنة، أو قدموها كما هي، رائعة لذيذة شهية، وتفضلوا.